في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 592 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات، وضبط معهم 294 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 88 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 964 قطعة سلاح ناري أبرزها 100 بندقية و80 بندقية آلية و51 مسدسا و733 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و100 خزينة، إضافة ل 1367 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 490,361 حكماً قضائياً، من بينهم 1854 حكم جناية و177,050 حكم حبس و241,490 حكم غرامة و69,907 60 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 7 تشكيلات عصابية ضموا 21 متهماً، قاموا بارتكاب 37 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 56 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 102 متهماً، وتم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1694 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 1921 متهماً، من بينها قرابة 407.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 245.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 92 كيلوغرام، وضبط ما يقرب من 24 كيلوغرام من مخدر الآيس الشابو، إضافة إلى ما يزيد على 52.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,083 قرص مؤثر، و13,947 قرص ترامادول مخدر، وعدد 10,214 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 66 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.